محمد وراوية إليكما. شكرا سميرة. بداية الصباح العربية ستكون من مصر وتحديدا عن طفلة طبعا يعني تجاوزت إنتاجها الأدبي وقوتها الأدبية وهو في سن 11 من عمرها. تعالوا نتعرف عليها، فطفلة تجاوزت عمرها باهتمامها الأدبي وأيضا تجاوزت قدرتها على التعبير والكتابة وسعة الخيال لتصبح أول طفلة يعقد لها حفل توقيع لنتاجها الأدبي الأول. إنها جنى جوهر أو جنى جوهر، أصغر روائية في مصر والتي أصدرت أخيرا روايتها الأولى شاركتانيك بعمر 11 عاما. سمر باشات والتفاصيل. أنا سعيدة جدا في الحقيقة إن احنا بنعمل بوك لونشنج النهاردة لشاركتانيك للكاتبة. حفل توقيع كتاب مميز شهدته القاهرة، ويكمن تميزه في أن الكاتبة لم تتعدى 11 من عمرها. جنى جوهر تعتبر أصغر كاتبة في مصر بقصتها شارك تانيك، وشارك هنا تعني سمكة قرش، وتانيك تشير إلى السفينة الشهيرة تايتانيك، حيث تدور أحداث القصة داخل سفينة غارقة تسكنها مجموعة من أسماك القرش، وتتوالى الأحداث والمغامرات داخلها، وتتعلم الأسماك دروسا كثيرة. لما أنا كنت في المدرسة ومامي شافت النمر بتاعتي كده للكتب اللي أنا بعملها للمدرسة كده كبير وحلو، قالت إن أنا أعمل كتاب. موهبة جنة في الكتابة ظهرت وهي في الصف الأول الابتدائي عندما أشارت معلمتها إلى والدتها بهذه الموهبة، ولا سيما قدرتها على وصف التفاصيل الدقيقة، الأمر الذي شجع والدتها على العمل على تنمية هذه الموهبة. مش هننكر دور المدرسة بتاعتها وطريقة التعليم السلس المرن اللي مدية مساحة ليها ان هي تفكر، انها تاخد قرار، انها يبقى عندها حاجات بتعملها، مش بس بومباردد بمذاكرة وبامتحانات، يعني في مساحة ليها تتحرك كرياضة كهوايات والحاجات الانبوت بتاعها في الكتابة. الحاجة التانية ان مهم جدا 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 ان الاهل يؤمنوا بالموضوع. يعني انا لما فكرت حطيت في ذهني جنة هنعمل الكتاب والكتاب هيطبع وهينزل وهنعمل بوك لونش، حصل. وإلى جانب تشجيع والدتها حظيت جنة بمساندة الأسرة كلها، فقامت شقيقتها بوضع الرسومات وشقيقتها الأخرى بكتابة نبذة عن الكاتبة، وقام شقيقها بوضع التصميم والجرافيكس. وتعمل جنة الآن على كتابة قصتها القادمة وهي بعنوان الحرب العالمية الثالثة التي تدور بين كلب وقطة من العراق وأمريكا، يتفقان على أخذ فترة سلام بينهما، ولكن الاتفاق يتم خرقه وتتوالى الأحداث بهدف الوصول إلى اتفاق سلام بين العدوين التقليديين. أنا بس I chose عراق وأمريكا عشان truly الكلب أقوى من القطة وأمريكا أقوى من عراق، وهما عندنا conflict كتير. لم تفكر جنة أنها في يوم ما ستكون مؤلفة قصة وربما تصبح من كبار الكاتبات في المستقبل، فبداخل كل طفل موهبة تنتظر الاكتشاف والمساعدة. سمر بشات، العربية، القاهرة. مشاهدينا، جديد التكنولوجيا أنف إلكتروني لمنع تهريب الأثير.